توقفي! لقد سئمت منك، لم أتمكن من شراء الشوكولاتة من المتجر بسببك. لقد سرقتيها يا كيتي. أجل! كيتي، لقد أصبت بالدوار. اصبري! ماذا فعلتِ؟ لا يمكننا أن نقتل. أنتما غبيتان، لقد دهستما على حذائي الجديد. أيتها الحريتان المجنونتان. يا إلهي، بسبب إيفا نبدو الآن هكذا. في الواقع بسببك، أنت من اصطدم بها. اصمتي، علينا أن نتجفف الآن. كيف سأخرج من هنا؟ كما تشائين، أنا سوف أزحف. وداعا وداعا. لديك ذيل ضخم، لن تذهبي بعيدا. ولكنه أجمل من ذيلك. عودي، خذيني. رفاق، هل لاحظتم ضيوننا الجميلة؟ اكتبوا في التعليقات ذيل من أفضل. يا له من كابوس، بالكاد وصلت إلى المنزل. أكره اليوم الذي أصبحت فيه حرية بحر. مرحبا حرية البحر. أي تينا، لماذا رميت مجفف الشعر؟ لقد أخفتني أنت. رأسي يؤلمني الآن. لماذا أتيت؟ لا يجب أن يراك أحد هنا. لا يمكنني العيش دونك. يجب أن أجفف نفسي. إن ذيلك جميل جدا. لطالما أردت صديقة حورية البحر، والآن لدي واحدة. أين جمجمتي؟ من خبأها؟ نت، إن كيتي قادمة. اختبئ. أمل ألا تجدني. أجل. أين الجمجمة؟ اعترفي، هل سرقتيها؟ لماذا أحتاج إلى جمجمتك؟ أنت غبية، ربما تنتقمين مني بذلك. ابتعدي، أنا أجفف ذيلي هنا. لقد ذهبت. إلى متى ستختبئ يا نات؟ ماذا في ذلك؟ لماذا على أي أحد أن يعرف؟ حسناً، عليك أن تذهب. هل يمكنني قضاء وقت أطول معك؟ لا، لا يجب أن يعرف عنك أحد. يهو! نيت، اختبئ بسرعة. انتبه يا نيت. يهو! أوي، لقد كسرت صورة تينا. لا يهم. لماذا مزقت صورتي؟ لكي تسألي. كما أنت مزعجة. أبي! نعم بناتي. انظر ماذا فعلته كيتي، تتزلج على لوحة زر كسرت صورتي. كيتي، ما هذا السلوك؟ ماذا كان ذلك؟ يبدو أن هناك شخصا ما. لصوص؟ كم هذا رائع، سوف أنضم إليهم الآن. سأتحقق من ذلك. تذهب إلى هناك، هناك صراصير. إذن سأخذ رشاشا ضد الحشرات وأتحقق من ذلك. لا تأخذ، إنهم لطيفون جدا. علي الرحيل بسرعة قبل أن يراني أحد. نيت، واو، لقد جئت. هذا رائع. مرحبا أيها الوسيم. أجل، لماذا لا تعانقني؟ لماذا أنت هكذا؟ أنا صديقتك، هيا قبلني. ربما لا. قلت لك افعل ذلك بسرعة وإلا سأكسر فكك. فعلت. هل هذا كل شيء؟ سوف أكسر فكك بدون شك. كيتي، دعينا نتقابل لاحقا، لدي أعمال. لقد أتيت للتو. جئت لأخبرك أنني مشغول وأنه سيكون لدينا موعد في المساء. بما أنك أتيت، دعني أقدمك لوالدي. أبي! علي رحيل. غريب الأطوار. ماذا تفعلين؟ هل أنت عمياء؟ أضع المكياج. ابتعدي عنها، لا أحد يعرف أين كانت يديك. أنت لن تمانعي، هل هذا واضح؟ جئت لتشتت انتباهي؟ أو ماذا؟ إنه أقصد
باختصار. تحدثي هيا، ألا تجيدين التكلم؟ هل يمكنك أن تضعي لي المكياج أو أي شيء جميل على وجهي؟ ماذا؟ كنت دائما تقولين أن ذوقي سيء. أنا لم أغير رأيي، أريد أن أنال إعجاب شخص ما، ويبدو أنك جيدة في هذا الشيء. ساعديني من فضلك. جنون. وأخيرا أختي تريد أن تكون إنسانة. أوه لا تبدأي. حسنا هيا اجلسي. كيف أبدو؟ تبدين رائعة جدا، وبالإضافة ارتدي هذا القميص الوردي. امسكي. لماذا سأفعل ذلك؟ أوه، إضافة إلى أنه وردي؟ إنه سيتناسب مع الجليتر والأحجار. عن أي جليتر تتحدثين؟ مرعب، أبعدي عني هذه الأشياء. أنت تبدين جميلة. أبدو بشعة، أزيلي هذا الشيء. يا لها من قصة رائعة. دوني، ها أنا. كيتي، لا تقتربي مني. ماذا بك؟ أنا لا أعد ولم أفعل شيئا بعد. لا تفعلي شيئا، دعيني أقرأ. الحمقى فقط من يقرؤون. أوبس. إنه كتابي الجديد. إلا هذا. ابتعدي عن دوني. أنا التي أقرر ماذا سأفعل. أنت مجنونة، لماذا تزعجين الناس؟ لأنني أريد ذلك. أي. كيف يمكن أن تكوني وحشا هكذا؟ هل تحبين دوني؟ فو. على عكسك لدي صديق. لدي صديق أيضا، وهو أفضل من صديقك. دعينا نرى ذلك. أوه، لقد وصلت لي رسالة. واو، ليس لدي وقت لأتحدث معك، سأذهب. واو، هل حتى هكذا؟ إلهي، كيف انتهى بي الأمر هنا؟ مرحبا عزيزي. مرحبا. لم أفهم، ما هذا الهراء؟ أي، مؤلم. أنت تقبل يد أختي، أفقدت عقلك؟ الأمر أنه نيت، ماذا يحدث؟ لقد أرسلت لي رسالة ودعوتني إلى المطعم، ماذا تفعل كيتي هنا؟ أتيت أيضا إلى موعد مع نيت؟ الأمر. ماذا؟ هل قمت بدعوتنا نحن الاثنين؟ لكننا أصدقاء. أنا أيضا أواعد نيت. هوي. هل جننتما؟ ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ هل خدعتنا؟ هل أنت زير نساء؟ أصبحت لا أعرف أيضا. يا له من كابوس، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ أوي، في الحقيقة أنا لست مهتمة، وسوف أستمر في مواعدته. حقا؟ أجل. ماذا سأفعل؟ ولا نحن أصدقاء أيضا، ولكن كيف؟ أنت هل جننت؟ أنت مجنونة. فتاة تحولتما مجددا؟ كما ترى، كل هذا بسبب تينا. هاي، توقفي عن فعل ذلك، كفى. فتيات، أنتما حلا مشاكلكما وأنا سأذهب. هذا حرية تابع حر. هيا إلهي، يبدو أنني في مأزق. ابتعد، لم أستطع إصابة الهدف بسببك يا نيت. الأمر أن الفتيات كشفتا أمري. ابتعد، أنا لا أفهمك. كنت مع تينا وكيتي، والآن هما يعرفان ذلك. هل أنت جاد؟ صح، أنت في مأزق حقا، أن تخدع شقيقتين؟ ماذا بك؟ إنها نهايتك بالتأكيد. هل تعتقد ذلك؟ اختر واحدة وانتهى الأمر.
زاك، لهذا السبب كنت مع الاثنين في نفس الوقت. كلتاهما حريات بحر وهما مختلفتان ورائعتان. أوه، لدي فكرة عما ستفعل. خذي الزعانف والقناع. لماذا أعطيتني هذا؟ اذهب للغوص في المسبح وابحث عن حرية بحر جديدة. مازال مضحك جدا. ما هذا؟ مرحبا، ماذا تفعل هنا؟ كان يزعجني ورفض كتابة واجبي، لذلك حبسته هناك. أحسنت فعلا. أخرجاني من هنا، سأفعل كل ما تريدانه. سأكتب واجبكم المنزل طوال العام. ناتلي وكفى. كلا، نات هو صديقي. لن يحصل ذلك. أنت بشعة ونات لن يحبك. إلا الجمجمة. هل كنت تبحثين عن هذه الجمجمة؟ نعم، يمكنك أن تودعيها. لا، كم أنت حقيرة. إنه تاجي، والآن لن يبقى لديك. تتشغرني مجددا، لم تتعبا؟ كل هذا بسبب تينا، عقبها هي. كلاكما جيدتان، والآن خذا هذا في يديكما وابدأ التنظيف، ربما هذا سيوقف الشجار. قلت التنظيف؟ خذي. أوه، ما هذا؟ هذا ذيل مجددا. يا إلهي، تستحقين ذلك لكي لا تزعجيني مجددا. حسنا، التجفيف سيأخذ وقتا وسنتأخر عن المدرسة. ممتاز. ماذا؟ سنتأخر عن المدرسة؟ إلا هذا. أها، حسنا، إنها ممتاز. نيت، لقد أتيت إليك. أنا مشغول، اتركيني. انظر لي. ابتعدي، أنا سأمر. هل تعتقدين أنك نحيفة؟ لقد خسرت 5 كيلوغرام. لماذا هذه المزعجة بجانب صديقي؟ في الواقع بجانب صديقي. انتظر، إذن لديك في النهاية 3 صديقات؟ لا، توقفا، بهدوء، سوء تفاهم. فليجلس الجميع في مكانه بسرعة. قومي بسرعة. فوه، لم أكن سعيدا هكذا بسبب المدرسة. شكرا لك أستاذة، لقد أنقذتني. لدينا درس مهم جدا اليوم. آسف على التأخر. زاك، أين كنت؟ لقد بدأ الدرس، اجلس إلى مكانك بسرعة. إذن سيذهب إلى اللوح نيت. أعطي إجابة لهذه المعادلة. الجواب. نيت، سأساعدك. أصمتي، إنه صديقي، لذلك سأساعده أنا. كلا. نيت، لي. لا، خذي هذا. تينا، توقفا بسرعة. أحضر والدكما إلى المدرسة بسرعة لكي أتحدث معه عن سلوككما. ناتذر. أخرجا من الفصل بسرعة. باربي، واو، لم أتحدث معها منذ فترة. باربي، مرحبا أيتها الجميلة. يا للهول، ماذا حدث؟ مرحبا، لقد خدعني صديقي. يا إلهي، يبدو أن الأمر خطير. اسمعي، تعالي لزيارتنا، ستسترخين وستنسين ذلك الفتى. حقا، لما لا؟ آسفة، لن أكون وحدي، سأكون مع خادمتي.
ماذا؟ لا أصدق ذلك. أوافق. أراك قريبا. إلى اللقاء. رفاق، هل تنتظرون وصول باربي؟ اكتبوا في التعليقات. من أختار؟ تينا أو كيتي؟ كيتي أو تينا؟ تينا جميلة جدا، كيتي جريئة جدا. ماذا أفعل؟ نيت، ماذا تفعل؟ أختار صديقة. اختارني. لا، أنا أحب كيتي وتينا. تلك حوريات البحر، ماذا لديهما ما لا أملكه أنا؟ هل لديك زعنفة مثلهما؟ لا، وماذا في ذلك؟ هما لديهما، انتهى الحوار. ولكنني أفضل من الاثنين، فكر يا نيت. هوي، ابتعدي. جميل، قرأت اليوم 7 كتب. رقم قياسي. دوني، قل بصراحة، هل أنا جميلة؟ هوي، لا أعرف. هل أنا بشعة لدرجة أنك لا تعرف حتى؟ الأمر أنه لم يسألني أحد سؤالا مثل هذا من قبل. فهمت، اعتقدت أنه يمكنك مساعدتي وأنت؟ ولكن حسب إحصائيات الدراسات العلمية أمثالك هم... أوه كفى، أنت تتحدث عن الهراء مجددا، وداعا. رائع، رتبت السرير والغرفة نظيفة. زاك، مرحبا، أردت أن أسأل شيئا. أستمع. ها؟ إن هناك فوضى. إيه، لمعلوماتك قد رتبت هنا. حسنا، كل شيء مرتب. هيا أخبرني، كيف أجعل نيت يختارني؟ لا أعرف. أنا جميلة، ماذا أحتاج أيضا؟ لا أعرف. أنت صديقه المفضل، عليك أن تعرف. كوني على طبيعتك وفقط. شكرا، سأفعل ذلك. أوي. لقد فعلت ذلك بالصدفة، لا تخبر نيت وإلا لن يختارني بالتأكيد. حسنا. أوه، يا لهن من فتيات. أين أنت؟ أوه، وجدتك. أخبرني ماذا سأفعل لكي يختارني زاك. أي، لا أعرف، لا أعرف. إذا لم تخبرني فسوف أقتلك. حسنا، سأتحدث معه، سيختارك، أعدك. كان عليك قول ذلك منذ البداية. أوتش، هذا مؤلم. لا تقلق، سوف تعتاد. حسنا، لابد أنني سأذهب، لدينا دروس. لدينا درس. أين الجميع؟ هل قررتم إغضابي جميعاً اليوم؟ آسف، كنت مشغولاً للغاية، أرادوا مني... لن تلتحق بالشيء بعلوم كهذه. لن نفعل ذلك. هدوء، سنتعلم اليوم كيفية الإسعافات الأولية. نيت، تعال. أنا خائف. استلقي، سنتمرن عليك. أوه صح، ليس لديك حظ. والآن أول شيء سنتعلمه اليوم هو فحص النبض، وبعدها أعرف التنفس الاصطناعي. أنا ما سأقوم بالتنفس هنا. أنا أيضا. نيت، انظر إلي. لا، هل أنتم مجنونات؟ رهيب، رهيب، مدهش. نيت جعل الفتيات تعجبن به. فتيات، تفرقنا. إيفا، الآن استعد والدك إلى المدرسة أيضا، فهمت؟ إنه لا يتنفس. أنقذوا. إلا هذا؟ نيت، لا، نحن نفقده. فليساعدوا أحد، فليساعد. نيت، صديقي. النجدة. نيت. أي، لقد نمت بالصدفة، ماذا حدث؟ هل كنت نائم؟ أجل، أطفال، تم إلغاء الدرس، يبدو ذلك.
مرحبا، يا لها من صدفة غير متوقعة. حقا؟ باستثنائي أنني أتابعك وأنتظر عندما ستتوقف. تينا، هل أنت بخير؟ ليس بالضبط، عندما أراك أفقد رأسي. لا تفقدي، فرأسك جميل. نت، هل اخترت من بيننا؟ ليس بعد، ولكن نت أسرع قليلا فأنا أنتظر. ماذا أرى؟ أبعد يديك عن نت الآن. أولا، الذيل، ما كان ينقصني في المدرسة. نت، فلنتركها هنا لوحدها ولنذهب نحن لنتجول. مستحيل، سأجف الآن وسيختارني نت. لا، أنا. نت، ألا يمكنك كل شيء على الأقل؟ لا أعرف من أختار، الأمر معقد. قرر وناديني في موعد. أتعرفني ماذا؟ سأختار الشخص الذي سيعطيني أفضل مفاجأة. ماذا؟ ماذا في ذلك؟ يجب أن تفرح صديقكما، لذلك سنرى قدرات كل منكما. صورة مع حورية البحر، صورة مع حورية بحر، 5 دولارات فقط و10 دولارات لتصوير تيك توك. خذي المال. رائع، فلنلتقط صورة. رائع، الآن لدي صورة مع حورية البحر. ماذا عن التيك توك؟ كلا، لدي 5 دولارات فقط، أمي لم تعطيني أكثر. يا إلهي، ب5 دولارات يمكنني شراء 3 كولا فقط. من يريد صورة أيضا؟ هكذا أفضل. لماذا رميت ملصقي؟ لأن لا أحد سيتصور معك، أفسدت الورقة فحسب. مستعدة. لن يعتقد أحد صورة معك مقابل 10 دولارات. أنت بشعة. سترين، من يريد فيديو للتيك توك وصورة مع حورية البحر؟ سأوفر لكم خصما 200 دولار فقط. فتيات، لا أفهم، ما هذا؟ أبي، نحن هنا. ألا تشعران بالخجل؟ أنتما تكسبان ما لبز عنفتيكما. رهيب. أوه، لا تبدأ. إلى البيت بسرعة، بسرعة، لدينا محادثات جادة في انتظاركما. أنت لا تعرف بعد أنه تم استدعاؤك للمدرسة. ماذا؟ أوي 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 أوي. ألو تينا، أتي لزيارتك؟ سأفكر. ألو كيتي، أنت تدعونني لزيارتك أيضا؟ ماذا تقصد بأيضا؟ تينا سبقتني مرة أخرى؟ كلا، فهمت بشكل خاطئ. إذا تعال واختر بيننا، أتمنى أن أكون أنا، وإلا فلن تبقى على قيد الحياة. ماذا أفعل؟ يجب أن أقرر. نيت، فلنذهب إلى موعد. كلا، سأذهب إلى الفتيات اليوم، سأختار بينهما. وماذا عني؟ ألم تفكر أبدا؟ دعيني أفكر. لا، الفتيات رائعتان. ماذا عنك؟ ولكن نت، يمكنني قص شعري لأكون صلعه، وسيكون هذا غير عادي أيضا. أنت غبية. لا لا، بتأكيد لا. إذا ستتذكر هذا للحظة طويلة. فوي، هاي. رهيب، ما هذه الفوضى؟ نت سيأتي إلينا. وهي نائمة كالعادة. سيبت من كتي، لماذا لدينا غرفة مشتركة؟ أولا، هل أرمي هذه الأشياء في سلة المهملات؟ فلتذهب كتي وتنظفها بنفسها.
من؟ ماذا؟ أين؟ استيقظي، حان وقت التنظيف. كلا، هل تمزحين معي؟ سوف أنام. لا، لقد سئمت من أشيائك. أوتش! خذي هذا! خذي هذا! ابتعدي! فتيات! اهدأ! ألا تتذكران أن أمكما ستأتي الليلة وسنذهب معها؟ لن أذهب إلى أي مكان مع هذا. وأنا أيضا لا أريد أن أرى كيف كاتي تفسد مزاج الجميع. توقف عن العبث. وبالإضافة لقد دعونا نيت، سيختار فتاة من بيننا. نيت هو الذي يرسل لكم الرسائل طوال الليل. أجل، إنه يخدعكما. أبي، لقد كبرنا وسنحل مشكلتنا بنفسنا. نيت سيختارني أنا وكفى، لذلك ارحلي، سيكون هنا في أي لحظة. نيت قادم. حسناً حسناً رفاق، هل أنتم مشتركون في قناتنا؟ إذا لم يكن كذلك فاشتركوا بسرعة وضعوا الإعجاب لهذا الفيديو. نيت، أنا سعيدة لأنك أتيت إلينا. أبعدي يديك، إنه صديقي. فتيات، دعونا لا نتشاجر رجاءً. إذن عليك الآن أن تختار من بيننا. حسناً، ولكن تتذكران أنكما وعدتماني بمفاجأة، هذا سيساعدني على الاختيار. مفاجأة؟ بالضبط، سأحضر مفاجأتي الآن. وأنا أيضاً. يبدو أنه حان الوقت لأقرر. سيكون هذا ممتعاً. نيت! كنت أرغب في شراء شيء ما، ولكن لم يكفي لدي المال، لذلك صنعت كعكة. يبدو أنك نسيتي أن تخفي سعرها، 7 دولارات. أصمت، هذه هديتي. رائع، شكرا. حسنا، خياري هو التالي. إذا أنا ما هذا؟ من أين الماء؟ ربما يتسرب السقف. واو، لم أكن مع حرية بحر في نفس الوقت. ماذا؟ ألا تخجل من الكذب على بناتي؟ سيد كريس، أنا فقط أختار من بينهما. نريد رؤيتك مرة أخرى بجانب كيدي أو تينا. ماذا أفعل لكي أجعل نيت يحبني؟ إنه لا يريد الاستماع إلي حتى. ربما علي أن أصبح حورية البحر أيضا. حسنا، على أي صفحة توقفت؟ حبي نيت. إيفا، لماذا تبكين؟ نيت لا يريد معادتي. لا بأس، ليس لدي صديقة أيضا ولست مساء. دوني، أنت لا تفهم، لا يمكنني العيش بدونه، إنه فتى أحلامي. لو كنت فتى أحلامك لكنت سأعتني بك. أنت؟ ولكن انتظر، هذه فكرة. ماذا؟ أعطني كتابك. أها، حسنا. ماذا تفعلين؟ أجعل منك فتى أحلامي. ابتعدي. اجلس ولا تتحرك. هيا هيا، أكثر 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 أكثر. لقد تعبت. أنت لم تتعب، أنت تبدو كالإسفنجة. ماذا؟ لست إسفنجة. أوت، مؤلم. لست إسفنجة. أوبا، الفتيات. نيت، هذا يكفي، اختري الآن واحدة منا. فتيات، أنا تينا. رائع، لقد اختارني. أما كيتي؟ نعم، اختارني. لم أختر بعد، انتظرا. يا لك من أحمق. مرحبا بالجميع. واو، ما رأيكم؟ هل هذا دوني؟ نعم، هذا صحيح، في السابق كنت أشبه المهووس، ولكن الآن بفضل إيفا أصبحت رائعا جدا.
هل يمكنني التجربة؟ ها؟ هاي دوني، لدي فكرة رائعة. نعم نعم، أنا مهتمة أيضا. أجب. لا شيء. عظيم، إذا تعال معي في موعد. انتظرا، سأذهب معكما معكما. لم أفهم. انتظرا فتيات، أنا لم أختر بعد. إيفا، إذا أختارك أنت. أتعرف ما دينت؟ لقد غادر القطار، كان يجب أن تختارني من قبل. هل ترفضينني أيضا؟ نعم، كان عليك التفكير مسبقا إذا كان هناك ما تفكر به. زاك، لقد هجرني الجميع. يوهو! يا لها من حفلة! إن دوني وسيم جدا. معك حق. يوهو! هيا نرقص. لديكما ذيلان. أشعر بالحر. هل تشعر بخير؟ أفضل. هذا رائع بالفعل. لقد هجرنني حقا. طبعا فكرت لسنوات من تختار. ماذا؟ هذا كله خطأك لأنك لم تساعد. جنون، أنا المذنب أيضا. ابتعد. رائع. إذا رأيتك مجددا مع كيتي أو تينا. لقد جننتم. ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ والآن فليأتي والدك إلى المدرسة. آه.